نسيت أتنفس، كأني مثلا كنت باخد غطس في بحر وكنت كاتمة نفسي طول وقت التركيز اللي قبل ما اخد بالي. كلنا كنا مستنيين 2020 تخلص، بعد كده اكتشفنا ان اللي بعدها اصعب، رجوع الحياة لطبيعتها طلع ليه طبيعة تانية خالص، التحديات بقت ورا بعضها. فانا هكون معاكم كل اسبوع عشانكم وليا انا كمان، اشارك معاكم مديتيشن كده صغيره سريعه، واتمنى انها تكون بتديكم وتديني انا كمان كومفورت وامل وسلام وهدوء داخلي. يلا بينا. كافئوا نفسكم لما بيبقى ورانا حاجات كتير تتعمل وبنبقى مصرين نعملها كلها، بيبقى اوفر قوي، واكتر حد بيعاني من ده بيبقى جسمنا، كميه الطاقه المهدره فخلاص بقى مش فاضل لنا حاجة منها. زي مثلا لما حد يحب يثبت نفسه في شغل، أو عارف إن في موسم كده معين في شغله بيبقى ضغطة، فيبقى الأوفر تايم ده بيصبح العادي بتاع ساعات العمل، ويبتدي الواحد مش بس جسمه يتعب، كمان مشاعره مرهقة. الفكرة بقى في إننا كمان مش بندي ودننا للي بنسمعه، لا من جسمنا ولا من مشاعرنا. يعني مثلا جات لي فترة اكتشفت ان انا في الوقت اللي بكون ستريسد فيه ومركزه فيه قوي وعندي ديدلاين نسيت اتنفس، كاني مثلا كنت باخد غطس في بحر وكنت كاتمه نفسي طول وقت التركيز اللي قبل ما اخد بالي. تخيلوا بقى اثار ده على الجسم كله ومشاعري اصلا من كتر التنشنه كانت عامله ازاي ساعتها. ولما لحظات التوتر دي والفترات دي بتعدي، محتاجين بقى نكافئ نفسنا، نكافئ جسمنا اللي سندنا في المعاملة الغير أدمية دي، عارف يصمد في حاجات وطلع بإصابات بسبب الضغط دي. محتاجين نديله شوية راحة، محتاجين نعمل جزء كده فيه ترفيه، أي حاجة تجدد من طاقته. يا سلام بقى لو نسمع له ونديله حقه من الأول، مش بس لما الدنيا تبتدي تهدم. على طول نبقى بنقصد ان احنا يبقى في وقت نضحك فيه، ده حتى من اقتنع حكمة احب نفسه. يلا نكافئ نفسنا ونجدد شحن الطاقة قبل ما تفضى. يا ترى ايه اكتر حاجة فرقت معاكم المرة دي؟ طب ازاي تقدروا تطبقوا الكلام ده الاسبوع ده قبل ما اكون معاكم الاسبوع الجاي بموضوع جديد وتطبيق جديد؟ مستنياكم تشاركوني. looking forward.